Cairo, Ali Meher gives hosts Egypt the lead against Namibia in the second round of African Zone qualifying matches for the 1998 World Cup. حطها للباك، انما احنا هنقول علي ماهر بعد 15 دقيقة من الشوط الاول 3-0. وادي احمد حسن اهو يوش رجله، هنشوف الرزاق طلع في الليمون تخبط وده حازم ويعدي حازم ويلعبها حلوة وبدماغه جميلة حلوة من احمد حسن. يا سلام، هدف ملعوب من حازم وضربة راس. هدف جميل جدا اهو ملعوب في المساحه الفاضيه من احمد حسن لحازم عشان ياخدها مره ثانيه اهو في الدقيقه 11. اهو تشوف الجمال بتاع اللعبه والحرفنه بتاعت حازم انه لعبها له حلوه وهو استقبلها احلى زي ما حضراتكم شايفين. 2-0. طارق مصطفى، احمد حسن، صبري، شوف كم واحد بيتعامل مع الكرة كويس واهو تروح لاحمد وبيش رجله حلوة جول. شوية لا بتلعب كورة وبيودي كورة في النهاية للسايد و 3-1. عارف 3-1 مش بقول لحضراتكم النهارده ما عندهمش حاجة يقوا عليها، والراجل رقم 3 من الأول. علي يعدي من قوام قدام ابراهيم ويحرز ابراهيم الهدف الرابع. لعبها لمحمد يوسف يرقص محمد ويلف كرة عرضية حلوة أوي ممكن جول وجول علي ماهر هاتريك. The onslaught doesn't stop there. Hossam Hassan chips in with the sixth with 17 minutes remaining before scoring his second to complete the rout in the... World Cup qualifying news. FIFA orders Scotland to replay their match against Estonia following the hosts' no-show for the original tie in October.